بسم الله الرحمن الرحيم. بمحاضرتنا اليوم الشباب راح نبدأ بشابتر جديد. هذا الشابتر هو شابتر 6. الشابتر هذا بيحكي لي عن الريجسترز والكاونترز. اوكي الآن يا شباب، زي ما شفتوا بشابتر 5 درسنا يا شباب السيكوينشال سيركت، وفعليا تعلمنا كيف نعمل ديزاين لكلوكت سيكوينشال سيركت. الان بهذا الشابتر اللي هو الشابتر الجديد راح نشوف تطبيقين عمليات مهمات على الكلوكت سيكوينشال سيركت. بهذا الشابتر راح نحكي عن الريجسترز والكاونتر. اذا يا شباب الريجستر والكاونتر هن عباره عن سيكوينشال سيركت. اوكي الآن رايحين ندرس هذول التو كومبوننتس أو هذول التو سيركت، راح ندرسهم بالتفصيل نظرا لأهميتهم بمادة الديجيتال ونظرا لأهميتهم بعمليات الديزاين. الآن اليوم بمحاضرتي يا شباب راح نبدأ نحكي عن أول سيركت أو أول كومبوننت مهم اللي هو الريجستر. فاليوم راح نحكي عن الريجسترز. اوكي الان راح نشوف ايش المقصود بالريجستر، كيف بيشتغل الريجستر، تمام، وراح نشوف كيف احنا ممكن نصمم ريجستر. لكن السؤال بالبدايه، ايش المقصود بالريجستر؟ الريجستر يا شباب هو عباره عن ستورج اليمنت، هو عباره عن مخزن يستخدم لتخزين الباينري انفورميشن. هذا هو الريجستر. إذا الريجستر يا شباب هو عبارة عن ستورج، مخزن بنخزن جواته باينري انفورميشن. اوكي تمام. وبالتالي بما انه الريجستر بيخزن باينري انفورميشن، معناته جواته لازم يكون فليب فلوب. هاي الفليب فلوب هي اللي راح ايش؟ هي اللي راح تخزن لي الباينري انفورميشن بهذا الريجستر. اوكي شباب، هذا هو المقصود بالريجستر. وبالتالي اذا انا عندي 3 بت ريجستر، ايش المقصود ب 3 بت ريجستر؟ يعني انا عندي مخزن بخزن لي باينري انفورميشن مكون من 3 بتس. فبالتالي اذا انا عندي 3 بت ريجستر، بهاي الحاله هذا الريجستر جواته راح يكون عندنا 3 فليب فلوب. ليش 3 فليب فلوب؟ لانها كل فليب فلوب بتخزن لي 1 بت، وبالتالي بما انه هذا الريجستر بيخزن لي انفورميشن من 3 بتات، معناته جوات هذا الريجستر راح يكون عندنا 3 فليب فلوب. وبالتالي اذا انا عندي ان بت ريجستر، ايش يعني ان بت ريجستر؟ يعني ريجستر بيخزن لي ان من البتات، معناته هذا راح يكون جواته ان فليب فلوب، راح يكون عندي جروب من الفليب فلوب هو مكون من ان فليب فلوبس، تمام. وبالتالي كل فليب فلوب بتخزن لي 1 بت، وبالتالي اذا كان انا عندي ان بت ريجستر راح يكون عندنا احنا بحاجه لان فليب فلوب. اذا اختصار، الريجستر هو عباره عن مخزن بخزن لي باينري انفورميشن. هذا هو الريجستر. طيب وبالتالي ممكن احنا نحكي انه الريجستر هو عباره عن جروب اوف فليب فلوبس، هو عباره عن مجموعه من الفليب فلوب. هذول الجروب اوف فليب فلوب فعليا يستخدم لتخزين باينري انفورميشن. طبعا كل فليب فلوب زي ما حكيت بتخزن لي 1 بت. اوكي شباب، اذا هذا هو المقصود ب الريجستر. الآن يا شباب في عندنا العديد من التصاميم للريجسترات. الآن راحين ندرس بعض هاي التصاميم. الآن أول تصميم وأبسط تصميم لريجستر هو عبارة عن التصميم اللي ظاهر أمامنا بهاي الرسمة. هاي الرسمة يا شباب اللي أمامي بتمثل لي تصميم لفور بت ريجستر. اوكي اذا هاي تصميم 4 بت ريجستر. ايش المقصود ب 4 بت ريجستر؟ 4 بت ريجستر يعني ريجستر
تمام، هذا هو ريجستر بخزن لي 4 بت اوكي اوف انفورميشن، يعني بخزن لي 4 بتات. اوكي الان يا شباب، بما انه هذا 4 بت ريجستر بخزن لي 4 بت اوف باينري انفورميشن، معناته راح يكون جواته اكيد 4 فليب فلوب، لانه كل فليب فلوب زي ما حكينا بتخزن لي 1 بت، وبالتالي معناته هذا الريجستر في 4 فليب فلوب. وزي ما انتم ملاحظين بالتصميم تاعي هنا في عندنا 4 فليب فلوب، طبعا كل فليب فلوب بتخزن 1 بت. طيب الان هو ايش مستخدم بالديزاين؟ مستخدم دي فليب فلوب. فبالديزاين تاعنا هذا بالرسم الموجود امامنا مستخدم الدي فليب فلوب لتخزين الداتا جوات الريجستر تاعي. طيب الان يا شباب، بالتصميم اللي موجود امامنا هذا الريجستر له 4 انبوتس I0 I1 I2 I3. هذول يا شباب الانبوتس هن الانبوت الجداد اللي احنا بدنا نخزنهم جوات الريجستر تاعنا. وبالتالي اذا انا بدي اخزن داتا جديده بحط الان هاي الداتا بنزلها على I0 I1 I2 I3 بعدينك بعمل كلوك. فمجرد ما عملت كلوك الايات هذول راح يتخزنن جوات ايش؟ جوات الفليب فلوب تاعتنا. وبالتالي كانه فعليا احنا خزننا الايز جوات الاربع فليب فلوبس. وبالتالي اوكي الريجستر تاعي هذا له 4 انبوتس I0 I1 I2 و I3. طيب كمان يا شباب الريجستر الموجود امامي له 4 اوتبوتس اللي هن A0 A1 A2 A3. هذول يا شباب هن عبارة عن الداتا اللي مخزنة جوات الريجستر. الان هذول هن الكيوز تاعات مين؟ تاعات الفليب فلوب تاعتي. فالاي 0 هي عباره عن الكيو للدي فليب فلوب الاولى، والاي 1 هي الكيو للدي فليب فلوب الثانيه، والاي 2 هي الكيو للدي فليب فلوب الثالثه، والاي 3 هي الكيو للدي فليب فلوب الرابعه. فعليا يا شباب هذول الايز هن عباره عن محتوى الريجستر تاعي. اوكي؟ وهذول هن بيكون الان هن الاوتبوت للريجستر تاعنا. اوكي؟ اذا الريجستر تاعي له 4 اوتبوت اللي هن A0 A1 A2، فعليا هن الكيوز تاعات مين؟ تاعات الفليب فلوب. فعليا القيم اللي مخزن جوات الريجستر راح تظهر وين يا شباب؟ على ال A0 A1 A2 A3. وبالتالي اذا الريجستر تاعي بدي اخزن فيه مثلا 1011 بدي اخزنه جوات الريجستر، فالان ايش بيعني هذا؟ بيعني انه الاي 0 اي 1 اي 2 اي 3 قيمتها 1011. اوكي شباب؟ طيب الان يا شباب الريجستر تاعي، اوكي الريجستر تاعي زي ما انتم شايفين بالديزاين له كلوك، فبالتالي هيو كلوك فايت على كل فليب فلوب، معناته هذول الفليب فلوب بيشتغلن كلهن مع بعض. وبالتالي اذا لهذا الريجستر داخل عليه كلوك وداخل عليه ايش؟ كلير. طبعا الكلير اسمها كلير اندرسكور بي. طبعا لاحظوا الفليب فلوبس تاعاتي الهن ريست، تمام، طبعا اكتف لو، تمام، معناته لما تيجي الكلير بي صفر شو بصير عندنا بالفليب فلوب تاعنا؟ راح ايش؟ بالفليب فلوبات كلهن لما تيجي الصفر طبعا هنا راح تعمل اكتيفيت للريست، وبالتالي راح يصير كل محتوى الريجستر تاعي اصفر. اذا الكلير بي اذا اجت صفر راح تصفر لي ايش؟ محتوى الريجستر تاعي. ليش طبعا؟ لانه الريست تاعتي اكتيف لو. تمام؟ ايش معنى اكتيف لو؟ يعني تشتغل على الصفر، فبالتالي لما تبعث لها صفر راح تعمل ريست. شو معنى ريست؟ يعني الفليب فلوب راح يكون الكيوز تاعاتنا اصفار، معناته الاي تاعات الريجستر تاعي راح تكون كلهن اصفار، وبالتالي الكلير بي راح تصفر لي الفور بت ريجستر تاعنا. طيب يا شباب
الآن انتبهوا وخلينا نشوف كيف هذا الريجستر بيشتغل. طيب طلعوا لي يا شباب. الآن افرضوا افرضوا يا شباب انه الريجستر تاعي قيمة الايز تاعته صفار، تمام؟ ايش معنى قيم الايز تاعته صفار؟ يعني الريجستر تاعنا اوكي، انتبهوا، يعني الريجستر تاعي مخزن فيه صفار، هذا المقصود. فانا لما احكي ريجستر مخزن فيه صفار يعني الكيوز تاعت الفليب فلوب قيمة اصفار اللي هن الايز اصفار. طبعا اي شيء مخزن جوات الريجستر راح يظهر على الايز. طيب ممتاز، اذا افرضوا انا مره ثانيه الايز تاعت اصفار، الايز تاعت اصفار معناته الريجستر تاعي فيه قيمه صفر. طيب الان افرضوا يا شباب انا حبيت اخزن هاي القيمه جوات الريجستر تاعي، تمام. الآن شو باجي بعمل؟ طوالي هاي القيمة وين بنزلها؟ بنزلها على الآيز، فبالتالي هاي القيمة بحطها على الآيز، فبحط 1 0 1 1، يعني هيك راح نحطها 1 0 1 1. طيب لأن بالديزاين تاعنا أوكي، بالديزاين تاعنا الفليب فلوب يا شباب الهن إيش؟ الهن كلوك. فبالتالي الآن لما تيجي كلوك، تبهو لما تيجيني بوزيتيف ايش، لانه الفليب فلوب تاعاتي اللي موجوده هنا كلها بوزيتيف ايج تريجرد فليب فلوب. الان لما تيجيني بوزيتيف ايج شو بصير عندنا مباشره يا شباب؟ للدي فليب فلوب راح تشتغلن. طبعا شو معادله الدي فليب فلوب؟ الكيو اوف تي بلس 1 ايكوال دي، معناته مجرد ما اجاني كلوك مباشرة أي إشي على الانبوت راح يتخزن وين؟ بالكيو تاعت الفليب فلوب تاعتنا. طيب إذا الآن يا شباب زي ما انتم شايفين هنا بدي أخزن 1 0 1 0 1 1. الآن شو باجي بعمل؟ بنزل 1 0 1 1 وين؟ على الانبوت تاعتي. الآن انتبهوا، إذا مش جايتني كلوك ايش مش راح يتغير محتوى الفليب فلوب تاعتي. ليش؟ لانه فعليا اوكي، اذا الفليب فلوب زي ما شرحنا سابقا، اذا الفليب فلوب ما اجاها كلوك، ايش ما اجاها كلوك معناها الكيوز مش راح تتغير. الان يا شباب ما داموا مش جايين كلوك، ما داموا مش جايين كلوك معناته محتوى الريجستر تاعي شو بضله؟ بضله ثابت، بضله صفار. وبالتالي قد ما يظل الانبوت 1011 او هذا الانبوت قد ما يظل على باب الريجستر تاعي مش راح يدخل ويتخزن بالريجستر تاعي الا لما تيجي كلوك. الان نطلعوا يا شباب على الديزاين تاعنا. الان لما تيجي كلوك راح يشتغل هذول الاربعه فليب فلوب مع بعض، لانها الكلوك مبعوث عليهم كلهم مع بعض. طيب راح تشتغلن كلهم مع بعض. طبعا كلهم كيف بيشتغلن؟ لما تيجي كلوك كيو ايكوال دي، فمباشره كيو ايكوال دي. شو يعني كيو ايكوال دي؟ الدي قيمتها 1، فمباشره الان راح تتخزن بالكيو او راح تروح على الكيو، وبالتالي اذا الكيو تاعت هذا الفليب فلوب الكيو هون راح تساوي ايش؟ راح تساوي دي، معناته مباشره هاي راح تصير 1. الريجستر الثاني جيتو كلوك، نعم، اذا كيو يكوال دي، الدي 1 معناها الكيو راح تصير 1. طيب الريجستر الثالث لما تيجي كلوك الكيو تاعته يكوال دي، الدي تاعته 0، فمباشره الكيو تاعته راح تصير 0، يعني الاي 2 راح تصير ايش؟ راح تصير 0. طيب الفليب فلوب الرابع الكيو تاعته اوكي يكوال دي، ليش؟ لانه جت كلوك، وبالتالي كيو يكوال دي قيمة الدي 1 معناها الكيو راح تصير يا شباب 1، وبالتالي الاي 3 لأن هي الكيو تاعت هاي الفليب فلوب راح تصير 1. إذا بهاي الحالة راح يتخزن بالريجستر 1011. إذا مباشرة بالديزاين تاعي لما تيجيني كلوك أي شيء على الانبوت وين راح يتخزن؟
جوات الريجستر تاعي. إذا الريجستر تاعي راح يتغير قيمته وراح يصير مخزن في 1011. طبعا قيم الـ A0 A1 A2 A3 راح تكون 1011، يعني حسب المخزن جوات الريجستر تاعي. يعني اي شيء على الكيو راح يكون طالع وين؟ على الـ A0 والـ A1 والـ A2 والـ A3 بشكل مباشر. تمام يا شباب؟ طيب الان يا شباب بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه. الان ما دام انتبهوا لهذه النقطه. الان حتى الان لو غيرنا الانبوت تونا، حتى لو غيرنا هذا، يعني مثلا حطينا 0101، الان حتى لو غيرنا الانبوت تون يعني 01 الان 01، الان هل محتوى الريجستر راح يتغير؟ الجواب لا. ليش؟ لانه ما بتغير الا لما تيجي كلوك. لما تيجي كلوك الكيو ايكوال دي بالاربعه ريجستر وبالاربعه فليب فلوب عفوا، وبالتالي راح يتغير محتواه فقط لما تيجي عندنا كلوك. اوكي شباب، اذا هذا هو عباره عن اول ديزاين وابسط ديزاين لريجستر موجود عندنا. اذا يا شباب الفكره كثير سهله. بكل بساطة الريجستر هو عبارة عن مخزن، عدد الفليب فلوب جواته حسب عدد البتات اللي بيخزنهن هذا الريجستر. الآن يا شباب خلينا نشوف ديزاين ثاني للريجستر. الآن الرسمة اللي موجودة أمامنا بتمثل لي يا شباب 4 بت ريجستر with parallel load. إذا هي بتمثل لي تصميم 4 بت ريجستر with parallel load. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب هذا هو عباره، الرسم اللي امامي هي تصميم لريجستر 4 بت. اذا الريجستر تاعي هو 4 بت، تمام 4 بت يعني بيخزن لي 4 بت اوف انفورميشن. طيب الان هذا الريجستر زي ما انتم شايفين فيه 4 فليب فلوب، أكيد 4 فليب فلوب لأنه هذا 4 بت ريجستر، معناته راح نحتاج 4 فليب فلوب لأنه كل فليب فلوب بتخزن لي 1 بت. طبعا هو هون مستخدم لي دي فليب فلوب. تمام. الآن يا شباب بتلاحظوا إنه بالتصميم الموجود أمامنا أوكي في عندنا 4 انبوتس اللي هن I0 I1 I2 I3. إذا هذول بمثلن الانبوتس اللي أنا بدي أدخله وأخزنه بالريجستر تاعي. طيب وبتلاحظوا يا شباب إنه الريجستر تاعي كمان إله انبوت آخر اسمه لود. هذا اللود يا شباب أوكي طبعا بتكون قيمته يا صفر يا واحد. الآن رح نتبع هاي السيركت ونشوف هاي اللود كيف بتشتغل. طيب في الآن يا شباب كمان انبوت مهم اللي بنعرفه هو الكلوك. والريجستر تاعي زي ما انتم شايفين له 4 اوتبوت اللي هن A0 A1 A2 A3. هذول يا شباب ايش بمثلن؟ بمثلن القيمه اللي مخزنه جوات الريجستر، وهن الكيوز تاعت الفليب فلوب تاعتنا. ممتاز. اذا الريجستر تاعي شباب 4 بت ريجستر له 4 انبوتس اللي هن I3 I2 I1 I0. تمام، هذول بيمثلن الانبوت اللي بنخزنه جوات الريجستر تاعنا. إله انبوت الكلوك اكيد، وإله انبوت اخر اسمه لود، وإله 4 اوتبوتس. هاي بتمثل القيمه اللي مخزنه جوات الكيوز تاعت الفليب فلوب تاعتنا، وبالتالي الاوتبوت ان A0 A1 A2 A3. طيب الان يا شباب خلينا نتبع الرسم تاعتنا ونشوف كيف بتشتغل او كيف تشتغل هاي السيركت. طيب الان انتبهوا علي يا شباب. الان يا شباب اذا كان اللود صفر، يعني لو الان قيمه اللود صفر، شو راح يكون او شو راح يتخزن جوات الريجستر؟
طيب الآن لما اللود صفر طبعا لما تفوت على الانفرتر بصير واحد، لما يفوت على الانفرتر الثاني بصير صفر. الآن يلا وزعوا لي الواحد والصفر، راح تتوزع كالتالي، هاي الون راح تفوت تون على هاي الآن، وراح تفوت تون وراح تيجي هون صح، وراح تيجي هون الصفر هاي تمام، راح تتوزع كمان راح تيجي لهون على هاي الآن، وراح تيجي هون الصفر، وراح تيجي هون الصفر، وراح تيجي كمان هون. ممتاز. طيب بتلاحظوا يا شباب انه الـ A0 والـ A1 والـ A2 والـ A3 برضو راجعات، فلاحظوا الـ A0 هيو قيمته راجعة وجاية وين على الانبوت الأول للآند الأولى، وبالتالي إذا هون راح تكون قيمة الـ A0 صح؟ هاي هون الـ A0. طيب الـ I0 هيو راح يدخل هون، الآند هاي راح يجيها انبوت من الـ A1، فلاحظوا هيو الانبوت، الانبوت تاعها جاي من الـ A1، وبالتالي راح يكون الـ A1 داخل على الـ AND هاي. طيب الـ I1 راح يكون داخل وين؟ هون. طيب كمان هاي الـ AND هيو الـ input تاعها جاي من الـ A2، بحط A2، والـ AND هاي الـ input الثاني تاعها هو الـ I2. طيب الـ AND هاي الـ input تاعها A3، والـ AND الأخيرة الـ input الثاني تاعها I3. إذا فعليا يا شباب طبعا من ننتبه الـ A0 أو الـ A1 والـ A2 والـ A3 أو الـ I's I0 I1 I2 I3 قيمة 2 0 يا 1. طيب ممتاز. الآن يا شباب طلعوا لي وشوفوا شو راح يكون عندنا الـ output. الآن الـ AND gate طلعوا على هاي الـ AND gate، شو الجواب شو الـ output تاعها؟ الآن AND gate فايدته I0 فايدته I0 وفايدته 0، اي شيء اندنج مع صفر جواب صفر، معناته جواب هاي الان صفر، وجواب هاي الان صفر، وجواب هاي الان صفر، وجواب هاي الان صفر، لانه فايت عليهم صفر، وبالتالي كانه الاي 0 اي 1 اي 2 اي 3 كانه لغينا تاثيره بالسيركت تاعتنا، لانه عملنا له اندنج مع مين؟ مع صفر. اما بالنسبه للاندات الثانيه طلعوا هاي الاند شو جوابها؟ A0 AND مع واحد، أي إشي ANDING مع واحد A0 AND مع واحد جوابه إيش؟ نفسه A0، وبالتالي هو راح يكون عندنا جوابنا A0. طيب جواب هاي الاند A1 AND مع واحد A1، هون جوابه راح يكون A2 AND مع واحد A2، و A3 AND مع واحد A3 صح؟ نعم صح. طيب الآن خلينا نشوف جواب الأور. الأور رح يجي A0 OR مع 0. الآن إحنا بنعرف أي إشي OR مع 0 هو نفسه صح؟ وبالتالي A0 OR مع 0 رح يكون A0. طيب A1 OR مع 0 A1، A2 OR مع 0 A2، و A3 OR مع 0 A3. طيب شو بتلاحظوا يا شباب؟ بتلاحظوا انه الدي تاعات الفليب فلوبات تاعاتي الدي داخل عليهم الاي صح؟ داخل عليهم نفس محتوى الكيو، وبالتالي بهاي الحاله الدي فليب فلوب الاولى داخل على الدي اي 0، والدي فليب فلوب الثاني داخل على الدي فليب فلوب على الدي تاعت اي 1، والدي فليب فلوب الثالث داخل على الانبوت تاعت اي 2، والاخيره داخل على الانبوت تاعت اي 3. يعني اللي مخزن ب الكيو تاعت الفليب فلوبات اللي هنا A0 A1 A2 A3 هن نفس السن داخلات على الانبوت للدي فليب فلوب، بس هاي متى؟ لما اللود صفر. فبالتالي لما اللود صفر تمام، لما اللود صفر لاحظتوا انه فايت على الدي نفس القيم اللي مخزنه وين؟ بالفليب فلوبات تاعتنا. الان السؤال تاعي إذا بتيجينا كلوك شو بصير؟ إذا بتيجينا كلوك يعني لاحظوا الكلوك داخلة على كل الدي فليب فلوب مع بعض، معناته الآن لما تيجينا كلوك رح يشتغلن كل فليب فلوبات طبعا، وما إنهن دي فليب فلوب
فبالتالي كل معادلات الكيو اوف تي الجديده تساوي دي. معناته الان كيف راح تشتغل؟ راح انتبهوا. يلا الفليب فلوب الاولى كيو تاعته ايكوال دي، دي اي 0 معناته راح يفوت لهون اي 0، معناها راح تنكتب الاي 0 على الاي 0. والان الفليب فلوب الثانيه الكيو تاعته ايكوال دي، دي اي 1 معناته الان الكيو ايكوال اي 1 معناها راح ينكتب هون اي 1. تمام. هسه على الفليب فلوب الثالثه الكيو تاعته ايكوال دي، طب الدي اي 2 معناته راح ينكتب على الكيو اي 2 معناته راح ينكتب هون اي 2. طيب الفليب فلوب الثالثه طبعا هن بيشتغلن مع بعض على ذا سيم تايم لانه فايتيت الكلوك بنفس الوقت، فالكيو تاعته ايكوال دي، الدي قيمته اي 3 معناته الان راح ينكتب على الكيو اي 3 معناها راح ينكتب على الاي 3 اي 3. طيب شو بتستنتجوا يا شباب؟ نستنتج انه لما اللود تاعيتي صفر يعني قيم الكيو الجديده او قيم الايز الجديده نفس ايكوال قيم الاي القديمه. شو معناته؟ معناها لما اللود صفر نو تشينج، صح؟ يعني ريجستر خزننا فيه نفس القيمه، تمام؟ خزننا فيه نفس القيم، وبالتالي بهاي الحاله لما احنا نخزن فيه نفس القيم يعني كانه ما غيرنا قيمته، وبالتالي لما جتني كلوك فوتنا على الريجستر نفس قيمه السابقه، وبالتالي بهاي الحاله بده يصير عندنا كانه نو تشينج. اذا بنستنتج اذا الكلوك تاعيتنا، اذا الكلوك اجتني بوزيتيف ايدج الان، اذا اجتني كلوك، اذا الان لقينا اللود ايكوال صفر، شو راح تكون A3 A2 A1 A0؟ يعني شو راح يكون محتوى الريجستر؟ راح يكون محتوى الريجستر نفس المحتوى السابق، اوكي؟ واثبتناه عن طريق ايش؟ تتبعنا للسيركت تاعتنا، وبالتالي راح يظل A3 نفس A3 و A2 نفس A2 وال A1 نفس A1 وال A0 نفس A0. معناته no change. شو معنى load zero؟ يعني لا تحمل، هيك المقصود، لا تحمل، وبالتالي معنى لا تحمل ايش؟ معناها قيم الريجستر مش راح تتغير، صح؟ صحيح. يعني انتبهوا يا شباب، افترضوا انه الريجستر تاعي مخزن فيه 0100، هذا الريجستر تاعي، يعني قيم الاي، قيمه الاي 3 0، قيمه الاي 2 1، وقيمه الاي 1 0، وقيمه الاي 0 0. الان انتبهوا يا شباب، اذا قلنا اللود صفر يعني لا تحمل، وجتني كلوك، شو راح يصير؟ راح يظل محتوى الريجستر زي ما هو، وبالتالي راح يكون بهاي الحاله لانه اللود صفر يعني لا تحمل انبوت جديد، لا، وبالتالي حتى لو جتني كلوك ما دام اللود صفر، ما دامه الفليب، ما دامه الريجستر تاعي قيمته ما بتتغير. اوكي؟ تمام. الآن خلينا نتبع السيركت تاعيتنا متى؟ لما اللود تاعيتي واحد، ونشوف لما اللود واحد كيف هاي السيركت بتشتغل. تمام. الآن يا شباب إذا حطينا اللود واحد، طيب كيف هاي السيركت بتشتغل؟ خلينا نشوف ونتبع. الآن اللود واحد لما يفوت على الانفرتر هون بصير صفر، لما يفوت على هذا الانفرتر بصير واحد. الآن هاي الصفر راح تتوزع على السيركت تاعتنا، أوكي، وهاي الواحد هيك راح تمشي، هنا واحد وهاي هيك واحد وهاي هيك واحد وهاي هيك واحد. تمام. الآن الـ A0 هيها راح ترجع هون، اذا هون راح تفوت A0، الـ A1 راح تيجي لهون، والـ A2 راح تيجي لهون، والـ A3 راح تيجي لهون.
لحظة يا شباب، جزء الكومبينيشنال الاند والاور هذول بيشتغلين دائما، بما انه جاي هنا انبوت بيطلعن اوتبوت، يعني ما بيستنين كلوك تيجي، تمام؟ اما الجزء الفليب فلوب لا، بيشتغل لما تيجي كلوك، لما يجيني بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج حسب نوع الفليب فلوب. اما الكومبينيشن هاي الاند والاور والنط بيشتغلين بشكل دائم. طيب الان قيم الاي 0 اي 1 اي 2 اي 3 فعليا هي القيم السابقه او هي القيمه عفوا اللي مخزنه جوات الريجستر. طيب الان القيمه بتكون ظاهره على الكيوز وبتكون ظاهره للسيركت الاخرى، يعني شو الريجستر مخزن. طيب اذا اي 0 اي 1 اي 2 3 بكون الراجعات على الجيت. الان اي 0 بيكون ثابت لهون، واي 1 بيكون ثابت لهون، واي 2 واي 3. يلا شباب خلينا نشوف هذول الاندات الان راح تشتغل. الاند هاي اي 0 اندد مع 0، اي شيء اندد مع 0 ايش بصير فيه؟ بصير صفر، صح؟ وبالتالي 100% جواب هاي الان صفر، وجواب هاي الاي 1 اندد مع صفر صفر، وجواب هاي صفر، وجواب هاي صفر بغض النظر عن قيم الاي 0 واي 1 اي 2 اي 3، تمام؟ فبتلاحظوا كأن لغينا القيمة السابقة اللي مخزنة، تمام؟ فصارت كلها صفر، لغيناها من إنها تكون كإنبوت للفلوب فلوب تاعتي. طيب على كل حال الآن شوف باقي الأندات. هون في عندنا أند بين I0 1، فأي إشي I0 أندد مع 1، أي إشي أندد مع 1 فهو نفسه، معناته I0 أندد مع 1 I0، I1 أندد مع 1 I1، I2 ended مع 1 I2، و I3 ended مع 1 I3. طيب الآن خلينا نشوف جواب الأور، الأور جيتس I0 أور مع 0، فأي إشي أور مع 0 رح يكون نفسه، معناته كأنه الأور هاي رح تمرر للI0، هيك معناها. طيب وهاي الأور I0 أور مع I1 أور مع 0 رح يطلع لي I1، تمام؟ يعني كأنها مررت الـ I1، و I2 OR مع 0 I2، فكأنها الـ OR مررت الـ I2، والـ I3 OR مع I0 راح تطلع لي I3. إذا بتلاحظوا يا شباب إنه الانبوت على الفليب فلوب على الدي فليب فلوب تاعاتنا إيش هو؟ الـ I0 I1 I2 I3، معناته لما اللود واحد الآن على بوابات، على بوابات الفليب فلوب الدي فليب فلوبز تاعاتي هو الـ I0 I1 I2 I3. الآن لما تيجي كلوك، الآن إذا إجتنا كلوك لاحظوا الكلوك الآن راح تفوت على كل فليب فلوب مع بعض، وبالتالي كلهن راحات يشتغلن. طيب الآن لما تيجي كلوك بيشتغلن كل الدي فليب فلوب، ومعادلتها زي ما حكينا Q of T equal D، بس متى؟ لما تيجيني كلوك. طيب الان اطلعوا هاي الفليب فلوب الاولى راح تشتغل، فكيو تاعيتها ايكوال دي، الدي اي 0 معناته مباشره الكيو تاعيتها راح تصير اي 0، تمام؟ الكيو تاعيتها راح تصير قيمتها اي 0، فراح تطلع اي 0، معناها الاي 0 الجديده قيمتها اي 0. طيب الفليب فلوب الثاني راح تشتغل بنفس الوقت، فالكيو تاعيتها ايكوال دي، الدي اي 1 معناته راح يطلع لي هنا اي 1، معناته الاي 1 الجديده قيمتها اي 1. طيب الان الفليب فلوب الثالثه راح تشتغل، كيو تاعيتها ايكوال دي، دي اي 2 معناته الان راح تتخزن اي 2 بالكيو، فقيمه الاي 2 الجديده الان صارت اي 2 الان، والكيو والفليب فلوب الثالثه راح تشتغل، فالكيو تاعيتها ايكوال دي، دي قيمتها اي 3 معناها الكيو راح تخزن لي اي 3، وبالتالي بهاي الحاله اي 3 راح تتخزن بالفليب فلوب الرابع. اذا قيمه اي 3 تساوي اي 3. اذا شو معنى هذا الشيء؟ معناه كانه احنا خزننا الانبوت اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 بوين؟ بالريجستر تاعي. فهاي معناها انه اللود تاعي 1. فلاحظوا لما اللود 1 وجتني كلوك خزننا الانبوت بالريجستر،
يعني لود تحميل، فكأنه إحنا حملنا الريجستر، حملناه بالقيم اللي موجودة وين؟ على الآي، على الانبوت. إذن بالتالي الآن لو نرجع ونكتب الوصف تاع مين؟ الريجستر تاعي. الآن if load equal zero لقينا إنه الـ A0, A1, A2, A3 الجداد نفس الجداد. الآن الآن if load equal one، بس بدنا ننتبه يعني جتني كلوك واللود 1، بهاي الحالة الـ A3 A2 A1 A0 الجداد يعني قيمة الريجستر هيهن A0 I0 و A1 قيمتها I1 و A2 I2 و A3 I3، وبالتالي بهاي الحالة راح تكون I3 I2 I1 I0. إذن هذا هي حالة اللود. طبعا إذا أصلا مش جايتنا كلوك، تمام، يعني إذا مش جايتنا كلوك فهي حالة ال no change. يعني إذا مش جايين كلوك على السيركت تاعيتي أو على الريجستر تاعي، فعليا القيم القديمة مستحيل تتغير، فهي حالة النو تشينج. إذن يا شباب نستنتج من الرسمة تاعيتنا إنه إذا إجا اللود واحد، فعليا الريجستر تاعي راح إيش؟ أحمله بالقيم اللي موجودة على الانبوت. طيب يا شباب الآن اطلعوا لي على الريجستر، هذا الريجستر تاعنا. طيب هذا الريجستر يا شباب القيم اللي مخزنة فيه 0100. شو معنى 0100؟ هاي قيم الاز A0 A1 A2 A3، فهذا معناه أنه أنا مخزن بالريجستر تاعي، يعني الريجستر تاعي مخزن فيه 0100، هذا المقصود. الآن مدامه مش جايين كلوك مستحيل تتغير قيمة الريجستر، ومدامه زي ما اتفقنا قبل شوي اللود صفر وجتني كلوك، حتى لو جتني كلوك برضو الريجستر راح يظل هيك محتوى. طيب الآن افرضوا بدي أخزن قيمة جديدة بالريجستر، يعني مثلا بدي أخزن 1010، بدي أخزن هاي القيمة يا شباب بالريجستر تاعي. فالآن شو بعمل؟ بحط 1010 وين؟ على الانبوت تاعتي. الان حتى لو حطينا 1010 على الانبوت، اذا مش جايتني كلوك او اذا اللود مش واحد، مستحيل يفوت ويتخزن داخل الريجستر. طيب الان افرضوا انا بدي اخزن 1010 بالريجستر تاعي، فالان شو بعمل؟ بحط ال 1010 على وين؟ على الانبوت، يعني بقول له 1010. بعدين شو بقول له؟ بقول له اللود واحد، اذا بعطيه امر لود، فبعطيه اللود واحد. وبعد ما اعطيه اللود واحد بعطيه بوزيتيف ايدج. طيب اذا حسب تونا ما تبعنا هذا الريجستر تاعي، مباشره لما اللود واحد وتيجين كلوك، مباشره اللي على الانبوت راح يتحمل على الريجستر تاعي، معناته الريجستر تاعي الان راح يتخزن فيه 1010. إذا الريجستر تاعنا راح يتخزن فيه 1010. فقيم الـ A3 A2 A1 A0 الجداد راح تصير الآن 1010، وبالتالي كأنه إحنا خزننا بالريجستر تاعي 1010. فقيم الـ A0 A3 A2 A1 A0 راح تصير قيمها 1010. أوكي شباب؟ إذن هذا شباب هو عبارة عن التصميم الثاني لريجستر. هذا الريجستر هو 4 بت ريجستر with parallel load. طبعا ليش سميناه parallel load؟ لأنه شباب انتبهوا، لأنه فعليا الانبوت هذا اللي من دخله، أوكي لاحظوا أربعة انبوت دخلتن، لما ندخلهن على الريجستر تاعي بدخلن in parallel، يعني بدخلن دفعة واحدة، هذا المقصود بالparallel load. ماشي شباب؟ مرة ثانية، شو المقصود بالبارلل لود؟ لاحظوا يا شباب إنه ريجستر تاعي هذا له أربعة إنبوت،
هيهن اللي هن اي 0 اي 1 اي 2 هذول الان لو بدي اخزنهم جوات الريجستر راح يتخزنن ان بارلل يعني بفوتن على الريجستر دفعه واحده لهيك سميناه with parallel load. الآن يا شباب في عندنا نوع آخر من الريجسترات. هذا النوع بنسميه shift register. طيب الآن خلينا نشوف هذا النوع كيف تصميمه وشو بيميزه عن باقي الأنواع من الريجسترات. طيب الآن يا شباب الرسم اللي أمامنا هاي بتمثل لي ديزاين لفور بت شيفت ريجستر. وزي ما انتم ملاحظين بما انه فور بت شيفت ريجستر ففي جواته فور فليب فلوب لانه فعليا كل فليب فلوب بتخزن 1 بت وبالتالي هذا بيمثل هذا الديزاين بيمثل لي فور بت شيفت ريجستر. طيب الان يا شباب هذا ريجستر ترى يعني بيخزن داتا وبالتالي الداتا راح تتخزن بالكيوز تاعات الفليب فلوب تاعتنا. ففعليا الاربعه بت اللي راح تتخزنن راح يا شباب يكونن وين مخزنات؟ بالكيوز تاعات الفليب فلوب. اوكي؟ اذا يا شباب هاي هي محتوى الريجستر تاعنا، راح يكون يا شباب هذا الاي 0، هذا الاي 1، هذا الاي 2، وهذا الاي 3. طيب الان يا شباب زي ما بتلاحظوا كمان انه الكلوك مشبوكه مع هذول الريجسترات اوكي مع عفوا مع هذول الفليب فلوب مشبوكه معهم كلهم وبالتالي معناها لما تيجيني بوزيتيف ايدج للكلوك معناته كل هذول الاربعه دي فليب فلوب بيشتغلن مع بعضهن البعض تمام لانه الكلوك مشتركه الهن وموصوله مع الكلوك لكل فليب فلوب معناها الكلوك لما تيجي كل الاربع هذول فليب فلوب بيشتغلن ات ذا سيم تايم. طيب الان يا شباب هذا ريجستر هذا 4 بت ريجستر يعني ريجستر 4 بت تمام الان زي ما انتم ملاحظين له اربع اوتبوت اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 لكن السؤال تاعي وله كمان كلوك لكن السؤال تاعنا لو بدنا نخزن داتا جوات هذا الريجستر كيف بنخزنها؟ بتلاحظوا بالديزاين تاعنا له فقط انبوت واحد اسمه سيريال انبوت وبالتالي هذا الريجستر له فقط انبوت واحد اسمه سيريال ان. طب السؤال تاعي هذا 4 بت ريجستر يعني بخزن فيه انفورميشن من 4 بت؟ طب العاد وهو بفوت لي فقط بت وحده، فكيف الان راح افوتن هذول الاربعه بت؟ كيف بدي افوتن جوات الريجستر تاعي؟ يعني انا بدي اخزن جوات الريجستر تاعي قيمه، فكيف الان هاي القيمه بدي اخزنها؟ فالان بكل بساطه راح افوتن بت باي بت، فالان عبر السيريال انبوت راح اصير افوتن بت باي بت. يعني البت الاولى بدخلها البت الثاني بدخلها البت الثالث بدخلها والبت الرابع بدخلها اوكي فعليا بدخلهم بت ورا بت سيريالي. طيب الان يا شباب عمليه الادخال بتتم كل ما تيجي كلوك اوكي فعليا الاربعه فليب فلوب بيشتغلن وبالتالي كل ما تيجي كلوك فعليا بتدخل لي بت واحده على تدخل لي بت واحدة جديدة عبر السيريال انبوت وين يا شباب على الريجستر تاعي. معناته السؤال تاعي أكم من كلوك أنا بحاجة حتى أدخل 4 بت؟ أكيد راح تقولوا لي إحنا بحاجة لأربعة كلوك. ففعليا إحنا بحاجة لأربعة كلوك حتى أدخل 4 بت على الريجستر تاعي. أوكي؟ تمام. الان البت الاخيره طبعا راح تطلع عبر السيريال اوت فهي السيريال اوت هي عباره عن بت بتطلع لي 1 بت للخارج. طيب حتى نفهم كيف بيشتغل الاربع بت شيفت ريجستر خلينا ناخذه من خلال مثال. الان انتبهوا يا شباب الان لو قلت لكم بدي اخزن جوات الريجستر تاعي هذا بدي اخزن 1011 طيب اذا بدي اخزن هاي القيمه
فتطلعوا وشوفوا كيف الآن بدي أخزن هاي القيمة جوات الريجستر تاعنا. طيب الآن شو بنعمل؟ أول إشي بنعمله يا شباب من عبر السيريال إنبوت، شو بعمل؟ بدخل واحد. طيب بس بدنا نفترض أنه ريجستر تاعي إيش فيه؟ صفار، فبالتالي قيم الكيو صفار. أوكي بس مرة ثانية، الريجستر تاعي بدي أعتبره الانيشال فاليو تاعته صفار، فبالتالي صفر 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 صفر. تمام، الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا ندخل على هذا الريجستر 1، هذه القيمة 1011. طيب الآن شو باجي بعمل؟ بعمل التالي. أول إشي شباب بعمله بدخل الواحد الليست. الآن بنيجي بندخل عبر السيريال إنبوت واحد. طيب الآن مدامه مش جايتني كلوك، مدامه الكيوز تاعات الفليب فلوب ثابتة يعني بظلها صفار. الآن يا شباب افترضوا اجتني كلوك، لأن لما تجيني الكلوك، الكلوك هاي راح تروح على كل الكلوك تاعات الفليب فلوب مع بعض، وبالتالي هذول الدي فليب فلوب راحات يشتغلن يا شباب، راحات يشتغلن مع بعض. طيب الآن خلينا نشغلهن، طبعا أنا بدي أشغلهن ورا بعض بس إنه فعليا مع بعض. فمباشرة الآن شو بده يصير؟ اطلعوا الفليب فلوب هاي. طيب جت كلوك، شو كيف بتشتغل؟ الكيو تاعتها ايكوال دي، الدي فايدتها صفر، معناته شو راح هون يا شباب؟ الكيو راح يصير صفر. يعني فعليا كاني صفر هاي كاني عملت لها شيفت لليمين، لهيك اسمه شيفت ريجستر. يعني فعليا هاي الصفر حركتها لهون. طيب خلينا نكمل. الان الفليب فلوب الثانية راح تشتغل برضه، فالكيو تاعي تا ايكوال دي، الدي قيمتها صفر، فالان الكيو ايكوال الصفر اللي فايت على الدي، فبالتالي اذا الكيو تاعي راح تصير صفر. فكأن الـ A2 عملت لها إزاحة لوين؟ للـ A0. الآن الفليب فلوب هاي برضو راح تشتغل، فالكيو تاعي تا ايكوال دي، الدي قيمتها هيها صفر، فمباشرة إذا الصفر هاي راح تفوت على الكيو، لأنه بالتالي بهاي الحالة Q ايكوال دي، وبالتالي الكيو الجديدة راح تساوي الصفر اللي وين موجودة على الدي. طيب الآن هاي برضو راح تشتغل، فالكيو تاعي تا ايكوال دي، الآن الدي هي فايدتها واحد صح؟ فايدتها واحد، وبالتالي بهاي الحالة هاي الواحد هي راح تفوت على الكيو، معناته قيمة الكيو راح تصير واحد. تمام، إذا بعد أول كلوك محتوى الريجستر تاعي 1000. سؤال، هل فوتت كل الداتا؟ لا، لأن شو راح أعمل؟ راح أجيب الآن إيش؟ راح أجيب يا شباب الـ 1 هاي. الثاني الآن بجيب الـ 1 وبدخلها عبر السيريال إنبوت، فبحط الـ 1 على السيريال إنبوت، وشو بعمل؟ بعمل كلوك. فالآن بنعمل كلوك رقم 2. طيب هذول دي فليب فلوب كلهم مشتغلين مع بعض، فكيو ايكوال دي، كيو ايكوال دي، كيو ايكوال دي، يلا هذا كيو ايكوال دي، دي تاعيته صفر، فالكيو الجديدة راح تصير صفر. تمام، يعني كأنه شفت الـ A1 على الـ A0، يعني بشفته لليمين. طيب الفليب فلوب الثاني Q equal D، D صفر معناته هاي بتصير صفر، هاي راح تشتغل Q equal D، D واحد معناها الـ Q راح يصير واحد، يعني الـ A2 راح يصير واحد. الفليب فلوب الثالثة راح تشتغل Q equal D، D واحد هيها معناها الـ Q راح يصير واحد. إذا بعد الكلوك الثاني محتوى الريجستر 1100. طيب يلا هسا شو بنعمل؟ بنفوت الصفر الثالث، وايش بنعمل؟ وبنعمل كلوك.
الآن بندخل عبر السيريال انبوت بندخل صفر الآن وبنعمل كلوك ثالثة. يلا شباب راح تشتغل كل الفليب فلوب مع بعض للبعض واصلين نفس الكلوك، راح تشتغل هاي Q equal D، D صفر معناها لQ صفر، الثاني Q equal D، D واحد معناها لQ واحد، الثالثة Q equal D، D واحد معناها لQ واحد. هاي راح تشتغل برضه Q equal D، D صفر معناته لQ راح يصير صفر. طيب الآن شو بنعمل؟ بنعمل مندخل الآن البت الرابعة، الآن مندخل البت الرابعة اللي هي الون عبر السيريال انبوت وبنعطي كلوك. لاحظوا الانبوت بفوت سيريالي تمام؟ بالمثال أو بالديزاين اللي شفناه بالمثال السابق كان الانبوت بفوت دفعة واحدة بارلل تمام؟ طيب هناك بكلوك واحدة كنا احنا قادرين نخزن الانبوت بالريجستر تاعنا، بس هون محتاجين اوكي لأربعة كلوك. طيب يلا ال1 هاي 1 واعمل كلوك، فكل فليب فلوب بيشتغلن مع بعضهن البعض. الان يلا شغلوا الرابع Q equal D، D1 معناها لQ1، Q equal D، D1 معناها لQ1، Q equal D، D0 معناها لQ راح تصير صفر، Q equal D، D1 معناها لQ راح تصير واحد. فتطلعوا شو محتوى الريجستر A0 A1 A2 A3، هيها 1011 فعليا هاي القيمة اللي احنا ما ندخلها، وبالتالي اذا محتوى الريجستر تاعي راح يصير 1011. اوكي اذا هذا النوع من الريجستر يا شباب بنسميه شيفت ريجستر. بتلاحظوا فوتنا الانبوت عبر السيريال انبوت تمام بت باي بت، كل كلوك بتفوت بت، وبتلاحظوا كأنها الداتا بنعمل لها كل مرة شيفت لإيش؟ لليمين. أوكي شباب تمام. الآن يا شباب افرضوا أنه أنا بعمل ديزاين لسيركت وبالديزاين تاعي احتجت ريجستر، فالسؤال تاعي هل أنا أبني هذا الريجستر من الصفر يعني أبنيه من فليب فلوب وجيت وإلى آخره، ولا أروح أشتري هذا الريجستر؟ أوكي يعني أشتري أنا ريجستر جاهز ممكن ألاقيه بالسوق وأشتري. أوكي الجواب فعليا إحنا الخيارين متاحات أمامنا، فإما أنا ببني الريجستر تاعي من الصفر تمام يعني أنا ببنيه فليب فلوب وجيت وبشبكت مع بعضهم البعض، او انا ممكن اشتري ريجستر جاهز وهذا الريجستر اوكي استخدمه بالديزاين تاعي. طيب الان يا شباب خلينا نحكي عن واحد من اهم الريجسترات اللي موجودات عندنا وفعليا له استخدامات متعدده وبيشتغل على اكثر من مود. الان الريجستر اللي رايحين نحكي عنه يا شباب بنسميه Universal Shift Register. أوكي. الآن هذا الريجستر يا شباب من اسمه Universal Shift Register، فهو ريجستر يعني بس بقدر أستخدمه حتى أعمل حتى بقدر أستخدمه حتى أخزن فيه قيم، وكمان يا شباب القيم اللي جواته بقدر أعمل لها شيفت لليمين أو شيفت للشمال، وبالتالي هذا الريجستر يستخدم للتخزين وبرضه بقدر أعمل شيفت للداتا اللي موجودة فيه عند الحاجة. أوكي؟ فبالتالي هذا بنسميه Universal Shift Register. طيب الآن هذا الريجستر يا شباب خلينا الآن نشوف هذا الريجستر شو الانبوت والاوتبوت تاعاته كيف بيشتغل، وخلينا برضه نصممه من الداخل. الآن يا شباب اليونيفرسال شيفت ريجستر اللي راح يتعامل معاه راح يكون يا شباب 3 بت، وبالتالي الآن
رايحين نحكي عن الـ 3 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. اوكي، الان اليونيفرسال شيفت ريجستر تاعنا هذا 3 بت، وبالتالي راح يكون له يا شباب 3 بارلل انبوت، راح يكون داخل له 3 بارلل انبوت اللي هن اي 0 اي 1 اي 2. هذا عباره عن الانبوت اللي انا بدي ادخلهن على الريجستر تاعي. طيب راح يكون له برضه 3 اوتبوتس A0 A1، هذول هن عبارة عن القيم اللي مخزنات جوات الريجستر تاعي. طيب الآن يا شباب أكيد راح يكون له كلوك، وبرضه راح يكون له كلير. هاي الكلير فعليا شو راح تعمل؟ راح تعمل كلير للريجستر تاعنا. الكلير برضه تعتبر انبوت للريجستر تاعنا. طيب هذا الشباب الريجستر، اوكي اليونيفرسال شيفت ريجستر فعليا بيشتغل لي على او بيعمل لي اربع اوبريشنز. بما انه بيعمل اربع اوبريشنز معناها راح يكون له تو سيلكترز، حتى هذول السيلكتر يختارن اوبريشن واحده من الاربع اوبريشن، وبالتالي هذا الريجستر له تو سيلكترز، هذول انبوت S0 وS1. طبعا ليش؟ لانه هذا الريجستر راح تشوفه الان خلال الفانكشن تيبل تاعه، هذا الريجستر بيعمل لي اربع اوبريشنز، فبالتالي الاربع اوبريشن اكمن بت بالباينري بقدر انا من خلالهم اكمن بت بالباينري بقدر من خلالهم احدد اوبريشن واحده من الاربعه، راح احتاج اوكي لتو بت اوكي حتى امثل الاوبريشن الواحده من اربعه اوبريشن، اذا بحاجه لتو بت. فالاس 0 اس 1 هذول يا شباب هن فعليا راح تختار لي الاوبريشن، راح تحدد لي الاوبريشن اللي راح يشتغل عليها مين؟ الشيفت ريجستر تاعي. طيب الان يا شباب بما انه هذا الريجستر بيعمل شيفت ليفت وشيفت رايت، فالان اذا عملنا شيفت ليفت ازاحه لليسار هيك يعني شيفت ليفت، الان راح نعمل ازاحه لليسار، فالبت اللي على اليمين راح تفضى، فهاي البت راح نعبيها ببت من الخارج، فبالتالي هذا الريجستر له انبوت بت واحده اسمها لي سيجنيفيكنت بت ان. هاي يا شباب من خلالها احنا بندخل البت تاعتنا اللي مكان البت اللي بتفضى بالريجستر لما نعمل شيفت ليفت. طبعا هاي بتتوضح متى؟ لما الان نوضح كيف بيشتغل هذا الريجستر، راح يعني بتوضح بشكل اكبر. طيب كمان يا شباب هذا الريجستر فيه ثلاث بتات اللي هن A0 A1 A2، يعني لما نعمل ازاحه لليمين هاي البت راح تطلع، وهاي ال A1 راح تتعوض مكان ال A0، وال A2 راح تتعوض مكان ال A1. طب مكان ال A2 راح يفضى، فراح اعبيها ببت. هاي البت لاحظوا هي راح نسميها MSB ان، وهاي البت راح ندخلها عبر انبوت اسمه MSB ان. من خلالها البت اللي بتفضى راح يا شباب ادخلها، اوكي البت اللي بتفضى بالريجستر راح ادخل ال MSB ان واعوض مكانها، مكان البت اللي بتفضى لما نعمل شيفت لليمين. اوكي شباب، اذا يا شباب هاي هي من الانبوت والاوتبوت لليونيفرسال شيفت ريجستر تاعنا، لل 3 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. طيب الان هذا اليونيفرسال شيفت ريجستر كيف بيشتغل؟ اكيد يا شباب هذا بيخزن داتا، وبيشتغل بناء على مين؟ على الاس 0 والاس 1. فالاس 0 والاس 1 هذول بنسميهم المود كنترول، فعليا هن اللي بتحكمن وبيحدد لي ايش الاوبريشن اللي راح نعملها على اليونيفرسال شيفت ريجستر تاعنا. فلو الان لو قلت لكم يلا بدنا الفانكشن تيبل تاع هذا الريجستر. طيب الان يا شباب خلينا اعمل الفانكشن تيبل
ايش يعني فانكشن تيبل؟ يعني التيبل اللي بحدد كيف بيشتغل هذا ال 3 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. فالفانكشن تيبل تاع اليونيفرسال شيفت ريجستر تاعنا شو راح يكون؟ راح يكون كالتالي. في عندنا هون شباب الانبوت تاعاتي اللي هن المود كنترول اللي هن الاس 1 والاس 0. الاس 1 والاس 0 هن بيحددن الاوبريشن اللي راح يشتغل عليها الريجستر تاعنا. طيب الشباب اذا هنا الريجستر اوبريشن. طيب بما انه انا في عندي 2 سيلكتر اس 0 اس 1 معناها راح يكون عندنا اربع حالات. طيب هذول الشباب الاربع حالات مين حددهم؟ فعليا يا شباب هذول الاربع حالات بيحددهم اللي عمل ديزاين لهذا اليونيفرسال شيفت ريجستر، يعني اللي صممه اوكي او اللي باعنا اياه هو اللي بحدد لي كيف اللي بيشتغل وبحدد لي الكنترول مود تاع الريجستر تاعنا. يعني هذا التيبل من وين انا بجيبه؟ لما اروح مثلا اشتري هذا اليونيفرسال شيفت ريجستر، لما انا اروح اشتريه بعطيني الداتا شيت تاعته، فبلاقي بالداتا شيت كيف هذا الريجستر بيشتغل. اوكي؟ فبالتالي اللي صمم هذا اليونيفرسال شيفت ريجستر اوكي بعطيني هذا التيبل وبيقول لي انه كيف بيشتغل. او انا اذا انا صممت هذا الشيفت ريجستر انا هذا التيبل ببني. تمام؟ يعني سواء انا حالتين، انا اشتريت اليونيفرسال شيفت ريجستر لازم يعطيني الفانكشن تيبل تاعه مشان اعرف كيف بيشتغل، وبالتالي لما احطه بالديزاين تاعي اعرف كيف بيشتغل. طيب او اذا انا صممته، انا صممته لازم احدد الفانكشن تيبل، فبالتالي انا بكون كاتب الفانكشن تيبل ومصمم على اساس هذا الفانكشن تيبل. طيب الان الفانكشن تيبل لليونيفرسال شيفت ريجستر اوكي راح يكون كالتالي. اذا 0 0 عملوا انه هذا اليونيفرسال شيفت ريجستر ما يعمل ولا اي شيء، وبالتالي اذا اس 0 اس 1 صفار معناته هنا نو تشينج، يعني محتوى الريجستر ما يتغير. يعني الـ A2 A1 A0 بيظل الـ A2 A1 A0 ولا بصير عليهم أي تغيير، حتى لو إجت كلوك لو إجى أي إشي ما بصير عليهم تغيير. طيب أما إذا الكنترول مود 0 1 بهاي الحالة اللي صمم اليونيفرسال شيفت ريجستر أوكي حكى إنه العملية أو الريجستر أوبريشن هي شيفت رايت. إيش يعني شيفت رايت؟ يعني اعمل لي إزاحة لمحتوى الريجستر لوين؟ لليمين. تمام. ال 1 0 شيفت ليفت. اللي صمم اليونيفرسال شيفت ريجستر بيحكي لي انه اعمل شيفت ليفت، يعني اعمل محتوى الريجستر ازاحه لوين؟ للشمال. اما اذا 1 1 يعني اس 0 اس 1 1 1 اعمل لي بارلل لود. شو يعني بارلل لود؟ يعني الاي 0 اي 1 اي 2 دخلهن وين؟ على الريجستر تاعنا، يعني خزنهن جوات الريجستر. اذا بحاله 1 1 راح نعمل بارلل لود. اوكي اذا هيك فعليا الشيفت ريجستر او اليونيفرسال شيفت ريجستر بيشتغل حسب هذا الفانكشن تيبل. تمام اوكي شباب. الآن هل ممكن هذا الفانكشن تيبل يتغير؟ نعم ممكن يتغير. أوكي؟ حسب اللي صمم لي إياه. طيب الآن يا شباب أوكي؟ لما أنا أجيب اليونيفرسال شيفت ريجستر وركبه عندي بالسيركت تاعتي إذا أنا احتجته أو بالديزاين تاعي، فبالتالي لازم أعرف كيف بيشتغل، وبالتالي لازم أشوف الفانكشن تيبل حتى اعرف كيف بيشتغل، حتى اقدر اركبه عندي بالديزاين تاعي وحتى استخدمه. طيب اوكي شباب اذا هيك فعليا بيشتغل او هيك فعليا الفانكشن تيبل تاع اليونيفرسال شيفت ريجستر. طيب الان يا شباب شو بدنا نعمل؟ بدنا نصمم هذا اليونيفرسال شيفت ريجستر من الداخل، يعني انا الان بدي اعمل له ديزاين. تمام؟ فزي ما قلت لكم يا انا بشتري جاهز
او انا بعمل له ديزاين من الصفر. فالان رح نتعلم كيف احنا من نعمل له ديزاين. لكن حتى نعمل له ديزاين ضروري يا شباب ايش نستوعب كيف الامور بتتم بشكل دقيق. تمام. فالان يا شباب لو سالتكم اوكي بكل كيس من هذول الاربعه كيس بكل حاله شو محتوى الريجستر تاعي؟ اوكي يعني شو قيمه A2 A1 A0 الجداد؟ اذا قبل الان ما اروح اعمل ديزاين واجيب فليب فلوب والقطع واركبها مع بعضها البعض خلينا نفهم كل اوبريشن شو بتعمل. فالان لو قلت لكم ايش محتوى الريجستر تاعي تمام بعد ما ننفذ كل واحدة من هذولا العمليات. طيب الان الكيس الاولى لما يكون S0 S1 0 0 شو الاوبريشن؟ نو تشينج. شو معنى نو تشينج؟ معناته ال A2 A1 A0 الجداد نفس اللي قدام صح، وبالتالي معناته ال A0 A1 A2 الجداد راح تكون نفس اللي قدام. هاي معنى نو تشينج. طيب الان خلينا نشوف الحاله الاخيره وبعدين كنا نرجع لهذول البارلل لود. يا شباب الان لو سالتكم لما نعمل بارلل لود شو معنى بارلل لود؟ يعني حط لل I0 I1 I2 خزنهم بالايش؟ بالريجستر تاعي. معناته ال A0 A1 A2 الجداد شو يساوي؟ شو راح تقولوا لي؟ راح يساوي I0 I1 I2. معناته A0 A1 A2 الجداد يساوي I0 I1 I2. يعني ال A0 بتساوي I0، ال A1 الجديد بتساوي I1، وال A2 الجديد بتساوي I2. صحيح. طيب خلينا الآن نشوف الشيفت رايت. الشيفت رايت إيش معنى شيفت رايت؟ شيفت رايت معناها إزاحة لليمين. اطلعوا لي شباب هون A0 A1 A2 هذا ريجستر هيك في محتوى. الآن بدنا نعمل إزاحة لليمين، هيك إزاحة لليمين. الآن شو راح نعمل؟ إزاحة لليمين معناته الـ A0 هاي راح تطلع لبرا، خلص بدناش اياها. الـ A1 القديمة راح تحل مكان الايش؟ الـ A0. بس مرة ثانية شباب، ريجستر تاعي في A0 A1 A2. طيب يا شباب، الآن بدنا نعمل إزاحة لوين؟ لليمين. إزاحة لليمين شو راح يصير عندنا؟ طلعوا شو الآن إزاحة لليمين يعني الـ A0 بطلعها لبرا، الـ A1 بخليها تحل محل الـ A0، والـ A2 بخليها تحل محل الـ A1، والبت اللي بتفضى بحل معها الـ MSBN بخلي تحل مكانها. طيب خلينا نعيد الآن الـ A0 بنطلعها لبرا، خلص بدنا نشيها. الـ A1 بجيبها وبخليها تحل محل الـ A0، يعني محل الـ A0 شو بحط؟ A1. فالـ A0 الجديدة راح تساوي A1. طيب كمان الـ A2 بتجيبها وبحط مكان الـ A1، فبالتالي مكان الـ A1 بحط A2. معناها الـ A1 الجديدة، موقع الـ A1 الجديدة راح يكون A2 القديم. صحيح. طيب الآن هاي الـ A2 راح تفضى لأني شفتتها لليمين، وبالتالي بهاي الحاله راح اخلي بت اخرى تحل مكانها. شو هي؟ الام اس بي ان. طبعا هاي الام اس بي ان يا صفر يا واحد، فبالتالي بحط الام اس بي ان وبجيبها وبدخلها وبحطها مكان الاي 2. اذا راح يصير محتوى الريجستر تاعي بعد ما اعمل له شيفت لليمين راح يصير ام اس بي ان اي 2 اي 1، وبالتالي الاي 0 القديمه راح تصير الان اي 1، وال A1 القديمة صارت A2، وال A2 عفوا مرة ثانية بس
الآن A0 الجديدة، هاي A0 الجديدة صارت A1 القديمة، و A1 الجديدة صارت A2 القديمة، و A2 الجديدة صارت MSBN. MSBN. إذن هيك بده يصير محتوى الريجستر تاعي لما أعمل له Shift Right. شو رأيكم يا شباب؟ تمام. طيب الآن خلينا نشوف إذا عملنا لمحتوى الريجستر تاعنا Shift Left شو رح يصير A0 A1 A2 إيش؟ الجداد. اطلعوا يا شباب، عندي ريجستر 3 بت محتوياته A0 A1 A2، بدي اعمل له شيفت ليفت، ازاحه لوين؟ لليسار. طيب شو راح يصير عندنا؟ طلعوا لي يا شباب، ازاحه لليسار. الان A2 هاي بنطلعها، بدناش اياها. A1 هاي منجيبها ومنخليها مكان الـ A2، فبالتالي بنحط هون الـ A1، فالـ A1 القديمة بنحطها بمكان الـ A2. طيب الآن بدنا نشفت الـ A0 على اليسار، فالـ A0 الآن بنشفتها وبنحطها وين؟ على الـ A0 بنشفتها بنحطها على الـ A1، فبالتالي مكان الـ A1 بدي أحط الآن A0. الآن الـ A0 مكانه رح يفضى، فرح أعبيه في بت من برا. هاي البت زي ما اتفقنا هي الـ LSBN، فالـ LSBN رح أجي أعبيها مكان ميش؟ مكان إيش يا شباب؟ مكان الـ A0. إذن محتوى الريجستر الجديد رح يكون A1 A0 LSBN. إذن رح يكون الآن محتوى الريجستر الجديد يا شباب A1 هي راح تكون A2 الجديدة، و A0 هي راح تكون A1 الجديدة، و A0 اوكي A0 هي راح تكون A1 الجديدة، و A0 الجديدة راح يكون مكانها LSBN. اوكي شباب، اذا هيك فعليا الشيفت ليفت بتشتغل. اوكي شباب تمام. الآن خلينا نشوف الديزاين تاعنا. الآن بعد ما فهمنا الريجستر اوبريشن كيف بيشتغلن بالضبط، الآن خلينا نصمم الـ 3 بت يونيفرسال شيفت ريجستر من الداخل. طيب يا شباب، السؤال تاعي الآن، اوكي هذا ريجستر، تمام ريجستر، شو معنى ريجستر؟ لما نحكي يا شباب ريجستر معناته هذا بخزن داتا. الآن رح نستخدم الآن فليب فلوب حتى نخزن مرة ثانية شباب، احنا بدنا نعمل ريجستر، والريجستر بدنا نخزن فيه 3 بت، تمام هذا الريجستر 3 بت، وبالتالي معناته احنا بحاجة لفليب فلوب لكل بت، معناته احنا بحاجة ل 3 فليب فلوب حتى نخزن، اوكي حتى تستخدم لتخزين ال 3 بت جوات الريجستر. تمام، اذا راح نجيب بالديزاين تاعنا 3 فليب فلوب. شو بدنا نجيب نوعين؟ بدنا نجيب نوعين دي فليب فلوب لانه اسهل بالديزاين. فالان راح اجيب 3 دي فليب فلوب، واحده بتخزن ال A0، واحده مشان ال A1، واحده مشان ال A2. تمام، إذا احنا بدنا نعمل ديزاين لريجستر، الريجستر شو جواته الشيء اللي بخزن؟ فليب فلوب، فبالتالي بحاجة أنا لـ 3 فليب فلوب. الآن الفليب فلوب تاعيتي إلها دي وإلها كيو وإلها كلوك. الفليب فلوب الثانية إلها دي وكيو وكلوك، والثالثة إلها دي وكيو وكلوك. تمام، طبعا الدي فليب فلوب الأولى راح تستخدم لتخزين
الـ A0 فبسميها A0. الفليب فلوب الثانية راح تستخدم لتخزين الـ A1. الآن بقول عنها A1، والفليب فلوب الثالثة لتخزين البت الثالثة اللي راح نسميها A2. تمام. طيب الشباب، الآن انتبهوا علي. الآن يا شباب فعلياً لما تيجينا كلوك، تمام، هذولا الـ 3D فليب فلوب راح يشتغلن مع بعضهن البعض. فبالتالي لما تيجينا كلوك، طبعا الكلوك تاعيتي تاعت الكلوك تاعت الريجستر تاعي هاي راح ادخلها على الكلوك تاعت الفليب فلوب الاولى، والكلوك تاعت الفليب فلوب الثانيه، والكلوك تاعت الفليب فلوب الثالثه. تمام. فعليا لما تيجي كلوك شو بصير؟ هذول الثري دي فليب فلوب راح يشتغلن مع بعض، تمام، وبالتالي تمام، وبالتالي الكيو تاعتن ايكوال دي، معناته اي ايش عدي وين راح يتخزن يا شباب؟ راح يتخزن بالكيو، وبالتالي معناها راح يتخزن داخل الريجستر تاعي. تمام. طيب انتبهوا، احنا يا شباب اذا بتلاحظوا هون عندنا بالديزاين، اوكي، قيم الـ A0 والـ A1 والـ A2 كيف بتتغير؟ اطلعوا على التيبل تاعنا، على الفانكشن تيبل تاعنا، واطلعوا على الإضافة اللي عملتها هون يا شباب. الآن لو سألتكم قيمة الـ A0 الجديدة، يعني قيمة الـ A0 هاي، أوكي، شو تساوي؟ راح تقولوا لي قيمة الـ A0 الجديدة إما راح تساوي قيمة الـ A0 القديمة، أو قيمة الـ A1، أو قيمة الـ LSBN، أو قيمة الـ I0. فبالتالي قيمة الـ A0 الجديدة راح تكون، أوكي، واحدة من هذول الأربعة بناء على شو يا شباب؟ بناء على السلكتر، صح؟ بناء على السلكتر. إذا حسب السلكتر الزيرو أس 1 راح أختار واحدة من هذول الأربعة، وهي اللي راح أدخلها على الفليب فلوب تاعيتي. مرة ثانية اطلعوا شباب، أنا عندي هون دي فليب فلوب، هذا كيف بيشتغل؟ لما تيجيني كلوك الكيو ايكوال دي، يعني أي إشي على الدي وين بخزنه؟ جوات الكيو. بس لحظة، هون أنا عندي أربع حالات، عندي ممكن أخزن بالأي زيرو، أخزن أي زيرو السابقة أو أي 1 أو LSBN أو أي زيرو، فبدي الآن أخزن، أوكي، فأنا بدي أخزن واحدة من هذول الأربعة بناء على السلكتر، بدي اختارها واحطها وين؟ على الدي تاعت الفليب فلوب الاولى، وبالتالي لما تيجي كلوك هي اللي راح تتخزن بالايش؟ بالاي زيرو. طيب ونفس الشيء بالنسبه يا شباب لمين؟ للاي 1. الان طلعوا لي شباب على الاي 1. الاي 1 تاعيتي هاي، الاي 1 تاعيتنا، طبعا لما تيجي كلوك الكيو ايكوال دي، وبالتالي الاي 1 راح تساوي هاي الدي. طيب الان اي شيء على الدي راح يتخزن بالاي 1، بس بدنا ننتبه، بدنا ننتبه انه الاي 1 راح تكون واحده من هذول الاربع حالات، تمام، طبعا بناء على السلكتر، وبالتالي راح احط على الدي واحده من هذول الاربعه. ونفس الشيء فيما يتعلق بالاي 2. الآن خلينا نشوف الديزاين تاعنا بالتفصيل. طلعوا لي يا شباب، الآن لما تجيني كلوك شو راح يشتغلن؟ هذول كل الأربع فليب فلوب راح يشتغلن مع بعضهن البعض. الآن طلعوا لي على الفليب فلوب الأولى، الفليب فلوب الاولى شو راح تعمل؟ اوكي، شو راح تعمل يا شباب؟ رايحه الفليب فلوب الاولى رايحه لما تيجيني كلوك الكيو ايكوال دي، معناته اي شيء على الدي راح يتخزن بالاي 0. طيب لكن انا شو حكيت لكم؟ انه الاي 0 الجديده راح تكون واحده من اربع حالات، فراح الان المفروض على الدي
افوت واحده من هذول الاربع حالات على الدي فليب فلوب تاعيتي. يعني وين؟ يعني واحده من هذول الاربع حالات هي اللي راح افوت تعدي بناء على هذا السلكتر. طب السؤال تاعي شو الديفايس اللي موجوده عندنا اللي بتختار لي، اللي بتختار لي واحد من عده حالات بناء على سلكتر؟ شو الديفايس اللي اخذناها بشابتر 4 الكومبينيشنال لوجيك؟ متذكرين تختار لي واحد من اربع حالات، تمام؟ تختار لي حاله واحده من اربع حالات بناء على سلكتر. شو راح تقولوا لي؟ الماكس. نعم الماكس، الماكس الماكس بيختار لي انبوت واحد من عده انبوت وبطلعه وين؟ على الاوتبوت بناء على سلكتر. طب السؤال تاعي الماكس تاعي اللي بدي احطه الان ويختار لي واحد من هذول الاربع انبوت قديش راح يكون حجمه؟ بما انه راح يختار لي من اربعه معناها راح يكون حجمه اربعه بواحد، اذا راح نجيب الان اربعه في واحد ماكس. اكمل سلكتر له؟ اثنين. اذا ممتاز، اذا الان راح نجيب اربعه في واحد ماكس. طبعا انا بدي ارسمه معمول له روتيت 90 درجه، يعني معمول له دوران 90 درجه. تمام، فبدي هون اقول له هون الاي 0 اي 1 اي 2 اي 3 وهاي الواي تاعيته. تمام، راح يكون له اكيد تو سلكتر اس 0 واس 1. هذا الماكس يا شباب شو راح يعمل؟ راح يختار لي واحد من هذول الاربعه، تمام؟ راح يختار لي واحد من هذول الاربعه انبوت وراح يطلع لي اياه وين؟ على الاوتبوت واي. وهذا الاوتبوت واي انا راح ادخله وين؟ على الدي، لانه فعليا هذول وهذول الاربعه راح اختار منهم واحد وراح افوته وين؟ على الدي، لان لما تيجي كلوك هذا الاوتبوت اللي هو واي اللي فات على الدي هو اللي راح يتخزن بالكيو، وبالتالي محتوى الاي 0 الجديد راح يكون واحد من هذول الاربعه الان حسب السلكتر اللي فات. اوكي شباب، تمام. الان شو راح اعمل؟ اطلعوا لي الان راح افوت اوكي هذا السلكتر الزيرو اس 1 له زي ما انتم شايفين، وبالتالي هذا اوكي والماكس تاع والريجستر تاعي له الزيرو اس 1. طيب الان شو بنعمل يا شباب؟ الاس 0 اس 1 تاعات اليونيفرسال شيفت ريجستر بفوتن على الاس 0 اس 1 تاعات الماكس. الان انتبهوا عليه، لما الاس 0 اس 1 تاعات الماكس 0 0 هيها اوكي، ايش راح تكون الاي 0 الجديده؟ راح تكون اي 0 القديمه. معناته بهاي الحاله لما يكون الماكس تاعي هذا السلكتر تاعه 0 0 فالاي 0 بفوته على الواي والواي بفوته على الدي، صح؟ معناته الاي 0 بفوته على الدي، صح؟ طيب احنا الاي 0 بفوته على الدي وهو اللي راح يكون محتوى الاي 0 لما تيجي كلوك، وبالتالي انا بحكي لما 0 0 معناها راح افوت على الاي 0. لازم افوت شوي شباب، الاي 0 تاعت الماكس بفوت عليها الاي 0 تاعت مين؟ تاعتنا الاي 0 القديمه. وبالتالي طلعوا لي شباب لما يكون هنا 0 0 الاي 0 هو اللي راح ينشبك مع الواي، الاي 0 شو داخل عليه؟ اي 0، فبالتالي الاي 0 راح يمر عبر الاي 0 للواي، معناها هون الاي 0 راح يجي. طب لما تيجي كلوك، لما تيجي كلوك اللي على الدي راح يروح على كيو، فالاي 0 راح يروح على الاي 0، معناته هي حاله النو تشينج، صح؟ صحيح، حاله النو تشينج. الآن الآن يا شباب
خلينا نشوف شو من نحط على الاي 1 تاعت الماكس 4 ب 1 الاول. اذا هذا ماكس 4 ب 1. طيب الان يا شباب لما يكون اس 0 اس 1 يكون 0 1، لما يكون 0 1 راح نفوت اي 1 على الاي 0. هيها اي 1 هي اللي راح افوتها على الاي 0، معناته بهاي الحاله على الاي 1 شو راح اعمل؟ راح اجيب الاي 1 وادخلها وين؟ على الاي 1. فالان اطلعوا لما يكون هون على السلكتر 0 1 فالاي 1 هو راح ينشبك مع الواي، صح؟ الاي 1 الان قديش كنتوا اي 1؟ فالاي 1 هي راح تنشبك مع الواي وراح تفوت على الدي، فبالتالي اي 1 راح تفوت على الدي، وبالتالي لما تيجي عندنا كلوك الاي 1 هي اللي راح تفوت وتتخزن مكان الاي 0، وبالتالي هيها شايفينها شباب الفانكشن تيبل، هيها الاي 1 هي اللي راح تتخزن مكان الاي 0. صحيح. طيب خلونا نشوف ايش راح ندخل على الـ على الاي 2، على الاي 2 تاعت المكس الاول. اطلعوا يا شباب الان المفروض لما يكون اس 0 اس 1، لما يكون 1 0 1 0 يعني 2، فبالتالي بهاي الحاله لما يكون 1 0 يعني انا بحاله الشيفت ليفت. طيب الان شو قيمه اي 0 الجديده؟ الان انتبهوا علي، الان لما يكون ال 1 0 هاي 1 0 هون يعني 2. طيب لما تكون الاثنين فايته على السلكتر، فبالتالي اي 2 هو راح تنشبك مع الواي. طيب اي 2 بتنشبك مع الواي وراح تروح على الدي، لما تيجي كلوك راح تتخزن بالاي 0، فالاي 0 الجديده هي اللي راح يكون مشبوك معها الاي 2. طيب لما يكون السلكتر 1 0 فشو لازم تكون اي 0 الجديده؟ ال اس بي ام. ممتاز، معناته بالاي 2 هنا شو راح نعمل؟ راح ندخل ال اس بي ام. اوكي تمام خلص. وبالتالي الان لما يكون هون عندي 1 0 راح يكون الاي 2 هو المشبوك مع الواي، وبالتالي ال اس بي ام هي المشبوكه مع الواي، وبالتالي بهاي الحاله ال اس بي ان راح تفوت على الدي، لما تيجي كلوك فقيمه الاي 0 الجديده هي راح تكون ال اس بي ان، وبالتالي هيو قيمه اي 0 الجديده راح تكون ال اس بي ان لما الكنترول مود 1 او المود كنترول اس 0 اس 1 لما تكون 1 0. طيب الان خلونا نشوف الانبوت اي 3. اوكي ايش بدنا ندخل عليه للماكس الاول؟ طيب يلا شو بتتوقعوا الشباب؟ راح ندخل عليه اي 0 اكيد. فالان لما السلكتر اس 0 اس 1 1 1 1 1 يعني اي 3 هو اللي بفوت على الواي وهو راح يفوت على الدي، ولما تيجي كلوك هو راح نخزنه بالكيو، فقيمه الاي 0 راح تكون هذا اللي راح نفوته على الاي 3. فتطلعوا يا شباب قيمه الاي 0 لما السلكتر 1 1 هيهن، شو راح يكون قيمة الـ A0 الجديدة؟ اللي هو الـ I0، معناته الـ I0 هو اللي راح نفوته على الماكس، على الـ I3 تاع الماكس تاعنا. اوكي؟ تمام، هيك بكل بساطة. طيب يا شباب، الآن خلينا نشوف الـ A1. برضو الاي 1 يا شباب زي ما انتم شايفين نفس المبدا. الاي 1 يا شباب بتلاحظوا زي ما انتم شايفين هنا الاي 1 راح اختار واحد من اربع حالات هي اللي ادخلها واخزنها بالاي 1 تاعتي. واحنا بنعرف اي شيء بنوديه على الدي لما تيجي كلوك راح يتخزن بالاي 1، معناته بكل بساطه الان راح الان اختار واحد من هذول الاربع حالات، راح اختار حاله واحده وهي اللي راح افوتها على الدي تاعت الفليب فلوب تاعتنا، راح اختار حاله واحده. تمام، بناء على سلكتر
فإذا 100% إحنا بحاجة لماكس ثاني. هذا الماكس الثاني راح يكون برضو 4 بـ1 I0, I1, I2, I3. ليش؟ لأنه عندي 4 حالات بدي أختار منهن حالة واحدة، وبالتالي إله سيلكترين S0, S1 وإله أوتبوت واحد اسمه Y. ففعليا هذا الأوتبوت اللي اسمه Y هو اللي راح يختار لواحد من 4 حالات ويدخل إياه وين على الدي تاعتي. فعليا أنا راح أختار واحدة من هذول 4 وفوتها وين؟ على A1. فبالبداية راح أفوتها على الدي، بعدين أعمل كلوك، بعدين أفوتها على A1 لأنه أنا بدي أخزن، ماشي؟ في تخزين بالموضوع، فأكيد الفليب فلوب هن اللي بيخزنه. طيب الآن المكس تاعي هذا هو عبارة عن 4 في 1 مكس. طيب الآن السيلكتر تاعنا شو راح يكون يا شباب بهاي الحالة؟ الآن السيلكتر تاعي تاعت المكس هن نفس السن راح تكون المود كنترول S0S1 تاعت الريجستر، وبالتالي S0S1 تاعتي هذولا هن نفس السن بوديهن على S0S1 تاعت المكس. فبكل بساطة شو باجي بعمل؟ بوديهن. طبعا كيف بوديهن؟ يا بجيبهن من فوق أو بجيبه هيك خط مقطع وبوصله لS0، والS1 هيو بجيبه خط مقطع وبكمله للS0. هذا بيعني الخط المقطع كأنه هيك سلك جاي من وراء المكس تاعنا. طيب الآن نفس المبدأ يا شباب، اطلعوا عليه. S0S1 تاعات اليونيفرسال شيفت ريجستر نفس S0S1 تاعات الماكس تاعي. طب يلا بكل بساطة الآن لما يكون S0S1 صفر صفر معناته راح يكون هيو، لما يكون صفر صفر معناته الـ A1 هي اللي راح أوديها على إيش؟ على الـ A1. معناته بكل بساطة الـ A1 تاعيتي هيها بفوتها على الـ I0 تاعت مين؟ تاعت الماكس الثاني. فتطلعوا A1 راح تيجي لهون هيك A1، فهي راح تمر للواي وراح تروح للدي. لما تيجي كلوك فالاي 1 تتخزن بالاي 1، اذا هي مرحله النوت تشينج. طيب الموت الثاني اي 1، يلا يا شباب شو بحط عليه؟ بحط عليه الاي 2. هيو بحط عليه الاي 2. الان بتجيب الاي 2 هيها من هون وبدخلها على مين؟ على الاي 1. كمان الـ I2 تاعت الماكس تاعي شو بتجيب عليها؟ الـ A0. الآن الـ A0 تاعيتي هيها، هاي الـ A0 بتجيبها من هون وبتدخلها وين يا شباب؟ على الـ I2 تاعتنا. أوكي؟ طيب الكيس الأخيرة الـ I3 شو بفوت عليها يا شباب؟ الـ I1. الـ I1 هاي شو؟ هاي input 1 اللي بيجيني من برا اللي هو هذا. أوكي شباب تمام. الآن نفس الإشي بالنسبة للمكس الثالث. الآن الـ A2 تاعيتي هيها، هاي الـ A2 الجديدة راح افوت عليها واحد من هذول 4 حالات، معناته بحاجه انا لماكس اربعه بواحد I3 I2 I1 I0 S0 S1 وY. طيب الان السيلكتر تاعي راح يكون السيلكتر تاعات الماكس سنه نفس سن السيلكتر تاعات اليونيفرسال شيفت ريجستر. فاصلا هذول السيلكتر بدخلهم يا شباب وين؟ كلها يعني الS0 S1 تاعت اليونيفرسال شيفت ريجستر بوديهن على السيلكترات تاعت كل الماكسس الموجودات عندي. تمام الان احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نختار الـ A2.
بكل بساطه بدي اختار، طلعوا بدي اختار واحد من هذول الاربعه، بدي اختارهم وادخلهم على الدي، فبالتالي 100% الواي راح اشبك الان مع مين؟ مع الدي. طيب اذا بدنا نختار واحد من هذول الاربعه، السلكتر تاعات الماكس تاعي الزيرو اس 1 هن نفسهم هذول. الزيرو اس 1 تاعت مين؟ تاعت اليونيفرسال شيفت ريجستر. وبالتالي الان اذا كانت السلكتر 00 فالـ A2 هي اللي راح اوديها على الدي. فبالتالي باجي بشبك الـ A2 مع مين؟ مع الـ I0 تاعت الماكس. فالان بتجيب الـ A2، هاي هي الـ A2، هاي هي السلك الطالع هون، هذا الـ A2. طيب الان لما يكون S0 S1 تاعات الماكس تاعي 01 فالـ I1 هو اللي راح اوديه وين؟ على الـ A2. طيب فشو باجي بشبك مع الـ I1؟ بشبك الـ MSBN. ممتاز، إذا هون بجيب الـ MSBN. طيب الآن لما السلكتر تاعاتي 10 فاتت على الماكس، معناها I2 هو اللي راح أشبكه مع مين؟ مع الواي، وراح يروح على الدي، ولما تيجي كلوك راح يروح على الكيو. فقيمة الـ A2 الجديدة هي أوكي شو راح تكون؟ هيها الـ A1. فبالتالي بتجيب الآن الـ A1. طبعا يا بكتب A1، إذا رسمتي صار فيها سلاك كثيرة يمكن هون أكتب A1، أو إنه نجيب سلك الـ A1، هذا سلك الـ A1 وبدخله هون. الآن اطلعوا عند شو ظل عندنا الآن، لما يكون السلكترز تاعاتي S0 S1 يكون 1-1، هيها 1-1 بيكون بهاي الحالة اوكي 1-1، معناته لما يكون 1-1 معناها الاي 3 هي بوديها على الواي، هاي الاي 3 بوديها على الواي وبعدينك بوديها على الدي، لما تيجي كلوك بتروح على الاي 2، فالاي 2 بتساوي اي 3. طيب طلعوا لي على الفانكشن تيبل بقول لي لما يكون 1-1 الاي 2 شو تساوي؟ اي 2، معناته على الاي 3 شو بكتب؟ اي 2. طبعا هاي اي 2 اللي هو هذا الانبوت، ماشي؟ لا تتخربطوا بين الانبوت تاع الماكس، اسماء انبوت تاع الماكس واسماء الانبوت تاع الشيفت ريجستر. اوكي شباب، اذا بهاي الحاله يا شباب بكون انا صممت 3 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. الان هاي الريجستر اللي انا بنيته فعليا بيعمل اوكي احنا صممناه بيعمل اربع اوبريشن، اوبريشن انه تشينج او شيفت رايت او شيفت ليفت او بارلل لود. اوكي الان يا شباب ممكن احيانا نعطيك السؤال بالعكس، يعني احنا نعطيكوا رسمه جاهزه ونقول لك ايش الاوبريشن، يعني ممكن انا اعطيك هاي الرسمه واقول لك شو الاوبريشن، او ممكن احنا نعطيك فانكشن تيبل بيختلف عن هذا الفانكشن تيبل ونقول لك يلا ارسم لنا اليونيفرسال شيفت ريجستر. اوكي شباب، يعني ممكن يجي اسئله بطرق متنوعه على هذا الموضوع، اما احنا بنعطيك رسمه ونقول لك شو الفانكشن، او ممكن نعطيكوا فانكشن تيبل بيختلف ونقول لك ارسم لنا اياه. فبالتالي شباب لازم تفهموا الطريقه اللي انا رسمت فيها اللي هي بتمثل كيفيه تصميم اوكي يونيفرسال شيفت ريجستر. اوكي شباب تمام، وبهيك الشباب يكون احنا انهينا موضوع الريجسترز.